السلام عليكم. فعندي هذا السؤال على البولر كوردينات اللي هو الراديال اند ترانسفيرس. سؤال بسيط جدا، بيحكي لي اذا الثيتا، احنا حكينا دائما الار والثيتا واشتقاقات بوينت 2 في تي زائد بوينت او 2 تكعيب، وطبعا ثيتا بالراديانز وتي بالسكند. ليش هذا الحكي؟ دائما وابدا لو اعطاني زاويه معينه في الثيتا، اذا كان معطيني هون راديان فالثيتا بحولها، كيف بحولها؟ بحكي مثلا إذا أعطاني ثيتا 30 درجة، بحكي 30 تعطيني باي، أي قصدي تعطيني إكس، والمية 180 تعطيني باي. فبالتالي لما بدي أحول من راديان من ديجري لراديان بحكي 30 باي على 180، هيك أنا بحول من ديجري لراديان، بحول من ديجري لراديان. طب هذا الشيء متى بستعمله أو متى ممكن أستعمل آلة حاسبة؟ يعني هذا السؤال ما بدي أحله لازم الآلة حاسبة تكون بالراديان، يعني إذا كان الفانكشن ساين وكوساين، فبدنا ننتبه. يلا معطيني الفانكشن ثيتا بوينت 2 تي زائد بوينت أو 2 تكعيب، ثيتا راديان تي سكند، بيقول لي في عندي الآر هي بوينت 2 زائد بوينت أو 4، آر بالمتر والتي بالسكند، كالكوليت ذا ماجنيتيود أوف فيلوسيتي أند أكسلريشن، يعني بده مقدار الفي، بده مقدار الأكسلريشن. شو بدي أعمل؟ بكل بساطة بدي أوجد يعني في آر وفي ثيتا وأنزلهم تحت الجذر تربيع. وبنفس الوقت بالـ A نفس الشيء. يلا شو القوانين؟ VR تساوي R dot، وبدها تساوي point O T. تمام، هاي الـ VR بعوض كم؟ 3 ثواني، عوض 3 بطلع معي قيمة VR. طب V theta اللي هي R في theta dot، R عند 3 ثواني كم؟ بتعوض بالاقتران هذا point 2 زائد point O 4 في 3 تربيع، بطلعها ايش هيك، بطلع ال في ال ار، بطلع ال ار عند 3 ثواني، وبطلع الثيتا دوت عند 3 ثواني، عند 3 ثواني كم؟ هو بوينت 2 زائد بوينت او 6 تي تربيع. هذا الثيتا دوت اشتقاق عادي، اشتقه بطلع لي الثيتا دوت عند 3 ثواني، طلعت الفي، بعدين باخذ تحت الجذر وامور تمشي، وكذلك بالنسبه للاي. فبطبق القوانين هاي خلص بكل بساطه، اللي هي عباره عن هاي الـ R عوضت، هاي شايف بعوض الزمن اللي بيعطيني إياه، الـ R دوت اشتقاقها زي ما حكيت، الـ R دبل دوت هي كذا، الثيتا هذا الاقتران، فالثيتا عند 3 ثواني تساوي كذا. شايف لاحظ إنه دائما بحول إنه الزاوية ممكن أعوضها 65 أو 1 راديان، أنا دائما أشتغل على الراديان. ثيتا دوت اشتقاق عادي، ثيتا دبل دوت اشتقاق عادي. لأن الفيلوسيتي الـ V هي R dot هيها، يعني خلص بشوف كم قيمة R dot هيها. V ثيتا هي R ثيتا دوت، يعني R اللي هي 0.65، V ثيتا دوت هي 0.47، هم بعض. نشوف الـ V هي تحت الدر في الأكسلريشن، هي قوانين الأكسلريشن. R هي R double dot R ثيتا دوت تربيع، يعني بتحكي الـ R double dot بطرح منها الـ R اللي هي هاي ضرب ثيتا دوت تربيع اللي هي هاي تربيع هيها، لا هاي اللي فوق هيها، بطلع هاي القيمة. عادي ممكن يكون إشارات سالبة. ثيتا نفس القانون، القانون هذا اشتق، بعدين الـ A تحت المحصلة تحت المحصلة خلاص. بس هاي كانت كل فكرة هذا السؤال، يعني سؤال اشتقاق عادي أقل ولا أكثر. حبيت أنبه على تحويل الزوايا، ثانيا حبيت أحول لما يكون يعطيني ثيتا بالراديان والحاسبتي راديان، في حال كان الفانكشن ساين وكوساين. يعطيكم العافيه.